المنتخب المصري غادر، المنتخب المغربي غادر، يبقى الرهان الآن على المنتخب الجزائري الذي تنتظره مواجهة يعني مهمة بعد 3 أو 4 ساعات من الآن. ما رأيك في مردود المنتخب الجزائري، وهل ترى أنه قادر يعني على التتويج بالكأس؟ لا، المنتخب الجزائري وضعه أفضل من المنتخب المصري بكتير. يعني أنا كنت قبل ما أجي هنا أوصل استاد الدفاع الجوي كان أصدقاء كتير بيتكلموا معايا وقالوا لي إحنا هنشجع الجزائر وهنساندها لأن المنتخب فعلا يستحق البطولة ويستحق التواجد في النهائي، لأنه منتخب عربي ومنتخب عربي شقيق. ويعني إحنا يعني تعويضا لمصر إحنا هنشجع الجزائر طبعا، وإن شاء الله النهاردة الجزائر تفوز بالماتش وتصعد لدور الثمانية. إن شاء الله يتم لك تشكيلة قادرة على التتويج بكأس الأمم. إن شاء الله الجزائر أتوقع اللي هي تكون أحد الفرق اللي موجودة في النهائي إن شاء الله.